السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد إبراهيم من قناتكم محمد حمود للتقنيات. إن شاء الله النهاردة هناخد إزاي تنزل القوالب البحثية، اللي هي القوالب اللي هي التمبلتس. طبعا ده خاص بوزارة التربية والتعليم المصرية. أول حاجة طبعا هنعمل، هسيب لكم رابط أسفل الفيديو، دي فيها جميع القوالب، تحميل جميع القوالب لجميع الصفوف الدراسية من الصف الثالث إعدادي لغاية الثالثة، من ثالثة ابتدائي لغاية ثالثة إعدادي. مثلا هتشوف ابنك في الصف الكام وتقول له تحميل القالب الاول، تحميل القالب الثاني، تحميل القالب الثالث، تحميل القالب الرابع. طب ايه القالب الاول ده اللي هو فوق؟ تحميل القالب الاول ده لو انت عايز تعرضه وتشوفه. تمام، انا عملت تحميل القالب الاول، تمام، جالي بالشكل ده الصف الثالث ابتدائي. لو المشروع الاول السياحه، تمام، هيقول لك عنوان الموضوع، هتكتب عنوان الموضوع جذاب، الرقم التعريفي اللي هو رقم الطالب، المقدمة هتكتب مقدمة من 20 ل 25 كلمة عن السياحة مستمدة من الكتاب أو من بنك المعرفة المصري أو أيا كان. عناصر الموضوع هتشوف عناصر الموضوع هنكتبها، وتكتب الموضوع نفسه، عناصر الموضوع بالموضوع، يعني هتكتب عناصر الموضوع وتستعين بصور، يعني صور مثلا مدن أو معالم سياحية، هتحط صورتين مثلا من أي معلم سياحي في مصر او من المكان اللي انت هتتكلم عنه. وبعد كده بتكتب النتائج، اللي هي النتائج التي اسمر عنها البحث، انت استفدت ايه من البحث ده. المصادر هتشوف المصادر اللي عندك اللي انت استمديت منها من البحث، مثلا الكتب الدراسية او الكتب العلمية، او مثلا كتاب اللغة العربية مثلا المدرسي، كتاب الرياضيات المدرسي، بنك المعرفة المصري، المكتبة الرقمية، وهكذا. تمام، طبعا ده هقول لكم ان شاء الله ازاي تنزل برنامج وورد وازاي تحط فيه المواضيع دي وتبدأ تملاها بكل سهولة ان شاء الله في الفيديو الجاي. دلوقتي اهم حاجة انك انت تعمل البحث، وتركز انك انت تعمل موضوع وتعمل بحث، وتلتزم بالايه، بعدد الكلمات اللي موجودة في كل بحث، وفي كل بحث المفروض يبقى فيه كلمات معينة في كل فصل دراسي، كل صف. يعني تالتة ابتدائي مثلا الموضوع ما يتخطاش مثلا 250 كلمة، الموضوع اللي انت هتكتب فيه ايا كان بقى، سواء سياحة، مياه، طاقة، ايا كان. والصف السادس الابتدائي من 400 ل 500 كلمة، وهكذا. تمام، ده بيبقى موجود في الفيديو اللي قبل ده على طول على قناتي، في كل حاجة بالتفصيل. اهم حاجة دلوقتي انك تنزل القوالب دي، واهم حاجه قبل ما تنزل القوالب انك انت تعمل موضوع كويس، سواء تكتبه على الكمبيوتر على برنامج وورد مثلا، بحيث انك انت بعد ما تكتبه على برنامج وورد بتعمله نسخ ولصق، يعني بتنسخ من برنامج وورد وتحط فين؟ في البرنامج وورد التاني اللي هو القوالب الجديده اللي احنا عملناها دي، وهقول لكم ازاي تعملوها ان شاء الله في الفيديو الجاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل اعجاب للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.